وادي الأخمور أحد الوديان في مديرية المواسط، ويمتد من سوق الأحد شرقا حتى وادي البركاني غربا، متداخلا مع وادي بلابل، بني حماد، عزلة الأيفوع. ويتميز هذا الوادي بخصوبة أراضيه وتدفق جداوله المائية، لا سيما في مواسم هطول الأمطار صيفا. ولخصوبة أراضيه تزرع فيه الكثير من الفواكه والخضروات التي تعد مصدر دخل للمواطنين. وادي الأخمور أحد الأودية الهامة في عزلة بني حماد، ويصب مع وادي الضباب في مجرى وادي البركاني ليشكل لوحة ربانية بديعة تسر الناظرين.